يا رب العالمين على بركة من الله وتوفيقه أعلنت هذه الانطلاقة، انطلاقة ختام الأشواط لهذا الصباح، شوطنا 25 لسن الإبكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط، أبدأ بداية مع من تحتل الصدارة وتحتل المركز الأول، حيث تابع من تنطلق هنا التماس محمد بن تويم بن علي الهاجري مقدما لنا التماس على المركز الأول. المركز الثاني تابع الانطلاق والوصول على ثاني المراكز في هذه الأثناء، حيث تابع الانطلاق والتقدم والدخول. يا سلام، الله 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 الله، من تتقدم وتنطلق في هذه اللحظات في هذه الأثناء. بلشة أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي مقدما لنا بلشة بناي ميدان العرفة، هنالك في محافظة الطائف قادمين وواصلين مع بن مذكر القرشي، يقدم لنا بلشة على المركز الثاني. المركز الثالث تابع الانطلاق والوصول، التقدم والدخول. يا سلام، الله 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 الله، في هذه الأثناء من تتقدم الواعية علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله مقدم لنا الواعية، ولكن القدوم والوصول. الله الله يا شعار الغفراني، حمدان بن علي الغفراني مقدما لنا شعاره ويقدم لنا في هذه اللحظات هذا الاسم. المركز الرابع وتابع القدوم والوصول في هذه الأثناء مع انطلاقتي وتحديات عرين عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري مقدما لنا عرين على المركز الرابع. المركز الخامس شوق، يا شوق شوق وناصر بن شافي بن حمود العجمي مقدما لنا شوق على المركز الخامس، ليتقدمون أبناء ميدان الشهيد، لينطلقون أبناء الكويت الحبيبة قادمين مع شوق. العودة إذن إلى مقدمة الشوط، إلى مسيرة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري، من يقدم لنا مسيرة على المركز الأول. المركز الثاني التماس محمد بن تويم الهاجري مقدما لنا التماس على المركز الثاني. المركز الثالث عرين، يا عرين عرين تتقدم عرين، وعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا عرين. المركز الرابع شوق وسلطان بن شافي بن حمود العجمي مقدما لنا شوق. المركز الخامس وصلت الأسماء ووصلت الشعارات في هذه اللحظات، القدوم مع رسمية راشد بن عبد الله بن راشد بن محمد بن زقيبة من يقدم لنا في هذه اللحظات شعاره ويقدم لنا رسمية، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. الكيلو الأخير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير، يا الغفراني يا الغفراني مع مسيرة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري، ولكن عرين عرين وبن طالب يطالب والجماهير تطالب ختام الأشواط. إلى أين سيتجه السلام؟ الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية، آخر 600 متر أخيرة. كبيرة يا الغفراني، كبيرة يا مسيرة، كبيرة يا عرين. عرين عرين على المركز الثاني، عرين الجربوعي ومسيرة الغفراني. الأمتار الأخيرة، المنافسة ما بين الكبار، المنافسة ما بين أبناء العم، ولكن مسيرة مسيرة حمدان بن علي بن محمد الغفراني، وعرين عرين
عبد المحسن بن طالب ألف هيدا المري من يقدم لنا عرين وأيضا الوصول والانطلاق مع بن حفيظ. وصلت الضبية بن حفيظ الأمتار الأخيرة أمتار الجنون، معركة الكبار ومطحنة الكبار ومذبحة الكبار، ولكن بن حفيظ بن حفيظ الضبي 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 سلام يا الضبي سلام سالم سالم بن حفيظ بن سالم النابة المري مع الضبي. تهانينا تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان الوصول مع مسيرة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الثالث عرين لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. المركز الرابع وصلت فيه مثايل لفهد بن علي بن عبد الله المهندي. المركز الخامس كان الوصول مع شوق ناصر بن شافي بن حمود العجمي. إذن تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي الضبي وإلى من قدمها سالم بن حفيظ بن سالم النابة المري من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة. سلام يا ضبي سلام سلام يا بن حفيظ سلام. 6:16 وخمسة أجزاء من الثواني كان توقيت الضبي على المركز الأول. المركز الثاني مسيرة لحمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. 6:16:25 من الثواني. المركز الثالث كان الوصول مع عرين لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. 6:17:69 جزءا من الثواني. تهاني